طيب اللي ما يؤدي الخدمه نهائي، انت ذكرت دكتور قبل ما تتجاوز هذه النقطه اللي تاخر في التسجيل ياخذ جزاء شهر، يعني بدل ما يدخل سنة يدخل سنة وشهر إضافي. نعم إضافي. نعم. طيب اللي ما يدخل نهائي هذا اللي لا اللي أيضا يعني متدرجة في جزاءات أخرى الحقيقة. يعني اللي ما يستكمل الإجراءات، اللي ما يكمل الإجراءات، ما يتقدم الإجراءات الطبية، الفحوصات، استدعاء الدعوات خلال هالفترة اللاحقة، هذه أيضا القانون رتب عليها إضافات أخرى. شهرين اللي ما يلتزم بالإجراءات واستكمال تسجيله وتقديم بياناته يضاف له أيضا شهرين، أصبح ثلاث شهور إضافة. اللي يتخلف عن الدعوة للمرة الأولى هذه أيضا القانون رتب عليها مخالفة وخدمة إضافية ثلاث أشهر. تصور بعد طبعا الثلاث أشهر هذه خلاص دخل مرحلة التجريم الجنائي الحقيقي. ما في طب هذا خلاص دخل مرحلة التجريم الجنائي، وهناك طبعا عندما يرتكب هذه المخالفة أو الاتهام راح يحال تحرك الدعوة الجزائية ضد قانون الجزاءات، تحرك ضده الدعوة الجزائية إن كانت جنحة الدار العام للتحقيقات وإن كانت جنائي للنائب العام، وتباشر الدعوة بالطريق العادي أمام القضاء.